يقول فيها: لقد قمت بتقليم أظفاري في اليوم الثامن في منى، وعلي إحرامي لأنني كنت أعتقد أن المحظور هو قص الشعر فقط، لأن كثير ما يرد ذلك، وأن تقليم الأظافر لا شيء فيه، إلا أن شخصا نبهني على ذلك جزاه الله خيرا، لكنه شدد علي تشديدا جدا، لأنه قال: لا بد من عودتك إلى الميقات أو إلى مكة المكرمة لتحرم من جديد، هل هذا صحيح؟ وما الذي يلزمني؟ وفقك. لا يلزمك شيء في قص الأظافر، لأنك قصفتها وأنت تظن أن ذلك لا بأس به، ومن فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو غير مختار فلا شيء عليه، ولا فرق بين إزالة الشعر وتقليم الأظفار والطيب واللبس وغيرها، كلها على حد سواء. إذا فعل الإنسان شيئا من المحظورات، محظورات الإحرام، جاهلا أو ناسيا أو غير مختار له فلا شيء عليه. لا. لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا عام. ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا عام. ولقوله تعالى في المكره: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب. فإذا كان المكره على الكفر وهو أعظم المحرمات لا شيء عليه، فما دونه من المحرمات من باب أولى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. وقال تعالى في خصوص الصيد في الإحرام: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وبهذه النصوص وغيرها من النصوص نستفيد أن فعل المحظور في العبادة أي عبادة كانت، إذا كان صادرا عن نسيان أو جهل فإنه لا شيء فيه ولا يؤثر في العبادة شيئا. ومعاوية بن حكم رضي الله عنه تكلم في صلاته وهو جاهل، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. لا. والحاصل أن هذا الذي قلم أظفاره في اليوم الثامن لا شيء عليه إطلاقا. وأما من أفتاه بأنه يجب أن يرجع إلى الميقات أو إلى مكة ويحرم منها، فهذه فتوى باطلة لا أصل لها. وأحذر هنا وفي كل مناسبة، أحذر المسلمين من طلبة العلم وغيرهم أن يتكلموا في الفتوى إلا إذا كان لهم مستند شرعي. لا. لأن المقام مقام خطير، والمفتي معبر عن الله سبحانه وتعالى فيما أفتى به.